نبتدي بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي ورا سامعين وشايفين تمام؟ تمام على بركة الله. احنا يعني صراحة تعمدنا في المحاضرة تبقى بدايتها كان في فقرات طبعا كتيرة الأولاد محضرينها، وكان في طبعا كلمة لدكتورة هدى غنية، وطبعا معانا لجنة الاتحاد النسائي والنشاط اللي اللهم بارك هم عاملينه في النهارده. لكن خلينا نقول يعني ايه، ما لا يدرك كله لا يترك كله يعني. فنبتدي بسم الله. عنوان المحاضره بتاعتنا، حد عارف جاي يحضر لهالة سمير محاضره اسمها ايه؟ الامل والصمود. ما شاء الله مذاكرين تمام. انا عايزه اقول لكم ان من ساعة طوفان الأقصى وإحنا تقريبا يعني قلت المحاضرة دي بتاع حوالي 13 أو 14 مرة، ونفس المعاني أنا بكررها. ليه؟ اسم احفظوا معايا، ما تكرر تقرر. اللي بيتكرر والتكرار بينفع الشطار، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولكن مع اليوم 63 لبدء المعركة إحنا محتاجين إن إحنا نفهم دورنا كمسلمين شباب وبنات، رجال ونساء، الواجب علينا في الفترة دي. أنا كان نفسي صراحة يعني مش دانش اللي كان متحضر للمعرض، ماشي هديكم شوية كواليس. الأصل إن إحنا كنا هنتكلم عن الكتب والمواضيع، أبرز المواضيع اللي جالنا عليها أسئلة في مودة ورحمة والمشاكل، وأنا مش بتاع التنظير فكنت أقول لكم الحلول 1 2 3، وهيقابلكم من العوائق 1 2 3، نعمل مرونة علشان نعرف نحل العوائق اللي تقابلنا بواحد اتنين تلاتة. هو ده موضوع بقى نقعد نحكي ونقول في مشاكل والكلام ده، ده مش يعني ده مش شغلتي صراحة، او ما بحبوش يعني حتة ان احنا نقعد ننظر في المشكلة اكتر ما هي. لكن مع طوفان الاقصى احفظوا بقى واسمعوا مني اول معلومة، صغرت كل مشاكل حياتنا اليومية جراء اللي بيحصل لاهلنا في غزة. صغرت كل المشاكل. اما بتيجي زوجة تتكلم بقول لها شفتوا اللي حصل امبارح وضرب المستشفيات، وشفتوا البتاع اللي بقى يعني مش بس تفجير لا وحفره ده بقى فينا، شفتوا الكلام ده؟ قلت لها متخانقه مع جوزك ليه؟ متخانقه مع جوزك ليه والناس بتموت؟ صالح الراجل قبل القيامه ما تقوم. صغرت كل المشاكل. اما تيجي بنت تقول لي لا اصل مش عارفه ايه ولازم يجيب ايه. شفتي يا حبيبتي اللي كانوا عاملين متزوجين حديثا في غزة والشقة كلها قبل بالريموت حديثة جدا والشاشات كلها، وجايين مصورينها قبل القصف وبعد القصف، بعد القصف كل الحاجة وشاشات القبل كلها اللي كانت داير ما يدور راحت. فما نيجي نتكلم ان انت هتفسخي خطوبة راجل وقت شقيان وشاب تعبان وبيجهز في نفسه وقاعد معرفش ايه وعامل علشان بس جمعية في جمعية ويجهز، وتيجي تقول لا انا مش موافقة علشان الجهاز الفلاني ولازم معرق. لا ده طرف، لا 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 ده طرف، ما بقاش ينفع الحديث ده دلوقتي. الاخ اللي كان بيتكلم وبيقول علمتنا غزة، علمونا كتير قوي، علمونا ان المواد واصول العلم اللي بناخدها متون بنحفظها، بنقعد كده نجيب الكتاب ونقعد نحفظ فيه، ادي متن العقيدة وادي متن الالفية وادي المتون بتاعت القرآن، حفظ قراءة مدرسة. أهل غزة عملوه واقع قدامنا، أرض، عملوا العقيدة والثبات على العقيدة على الأرض، شفنا الثبات وقت الممات. يا زلمة ليش بتبكي؟ أنت زلمة، أنت راجل، ما تبقى أرض جهاد هذه. واقع فعل، وده المستهدف. لما نيجي نقول أحفظ القرآن ولا تدبر القرآن، امشي في الاثنين، دي الحاجة الوحيدة اللي بنقول احفظوها واعملوا معاه. طيب في العقيدة تلقن، اولا تلقن كده حفظ للصغيرين، وبعد كده يتشربها القلب والعقل، تلقين في البداية. قبل طوفان الاقصى بشهرين كنا قاعدين في اكتر من حاجة و80 دولة تربويين على مستوى العالم. يا جماعة عايزين نحط منهج تربوي عقدي صحيح عشان الجيل ده يطلع تاني يعدل البوصلة بتاعته، عشان نقول ان الله واحد احد فرد صمد، علشان نقول ان الاسرة راجل وست، والله الاسرة زوج وزوج، يعني ملهاش شكل تاني غير كده. واي شكل بيحاولوا ان هم يعملوه
او يغرسوه او يثبت. وده اللي حصل في معظم الدول. تكلمني من كندا تقول لي احنا اللي احنا اللي دافعين ثمن المدرسه، احنا اللي بنصرف، يعني المدرسه دي احنا اللي مساهمين فيها في انشائها عشان نضمن ان يبقى في منهج الى حد ما امن لاولادنا الجيل الثالث او الجيل الرابع من المسلمين في الغرب. ما شافوش الجيل الثاني، شاف اهله اللي عاشوا. الجيل الاول عاش في عرب وبلاد مسلمين وراح، الجيل الثاني شاف نص لبه كده، حبه من هنا وحبه من هنا. الجيل الثالث ما شافش والرابع ما شافش. فبعد ما عملوا الامر ده وعملوا ان هو جزء من المدرسه بقى طبعا يدرسهم، يقولوا لا تقول انت ولد سبع سنين، طفل سبع سنين تقول انت لا لا لا، تقول انت ما تعرفش اما تكبر هتبقى ايه، هيبقى وزه، هيبقى وزه ويبقى بطه. وطبعا كان في غزه قبليها بثلاث شهور كان في اكتر من مؤسسه وكلمنا عليهم، وطلع العلماء والتربويين والدعاء يتكلموا ان في مدارس بتوحي وبتنشر الجندره وكل ما هو تحتيها. في كلام مش هينفع اقول علشان هيقفلوا لنا اللايفات، الخوارزميات بتاعه الميديا كلها اللي مش تبعنا، اللي تبعهم، اللي احنا بندفع فلوسها، اللي احنا الباره بتاعتهم، احنا الكريدي كارد بتاعهم، وعلى مزاجهم اللي يعجبوه ينشروه، ما يعجبوهوش لا، ومش عاجبك هنقفل لك المكتب. تتقفل، يقول لك 8 مليون، والله ان شاء الله لو كانت المنصه 200 مليون اتقفل. الله عز وجل هو اللي بيوصل الاصوات، هو اللي بيفتح القلوب. لكن ده يعلمنا. اما اتعمل المركز اسمه سواسيه ولا نعرف مركز ايه تاني نسيت اسمه، عايز الخبز والقمح، درس المنهج ده، منهج الجندره. جيتوا فن الاقصى، جيتوا فن كده كده الكل كان عارف ان كان بعد العيد بتاعهم هيحصل، لكن سبقتهم حماس. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يثبتهم وينصرهم وينصر اخواننا هناك، قولوا امين. بتكلموا في مين؟ عايزين تقولوا شكل الاسره بطه ووزه واستني ايه ده، حتى جابوها في الاطفال سبونش بوب وبسيط ومش عارفه مين، والارنبه ولا مش عارفه السنجابه، ينفع عشان يعودك انه مش لازم الاثنين شبه بعض. في مين؟ في غزه حد فاكر حفله القران وحمله القران والحفله اللي حصلت من اول صلاه الفجر لحد العشاء تقرا القران في جلسه واحده كل اللي كانوا موجودين، لكن كان التركيز على حاجه في السن كبيره في السن معديه الستين، القران في جلسه واحده. انتوا جايين تكلموا تبيعوا الميه في حاره السقايين؟ لا مش غزه. كنا احنا فاكرين ان احنا محتلين بالوكاله، طلع احنا محتلين احتلال حقيقي. شربت الميه وزاز الميه ما بتخشش من المعادن، مش بكيفك، بكيفك. اما نيجي نتكلم مقاطعه، يا نهار، كل ده كان مقاطعه 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 مقاطعه. لا وايه والميديا، لا وايه والمنصات والنت، كله 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 تبعهم. بال 20 مليون وال 30 مليون شهريه دعم للكيان، واحنا امه المليار الكارثه الكبيره. احنا امه المليار اللي ما عندناش حتى مقومات ان يبقى كلمتك من نفسك. كم راجل وشاب قاعد معايا، كم النهارده بيسمع، كم على اللايف موجود من الرجال ورجال المسلمين وشباب المسلمين، كم بنت وفتاه قلبها واقع وحاضر ان انا هنصر القضيه دي وهقول لكم بالخطوات. 7 اكتوبر مش زي قبل ولا اللي بعديها، اللي راح حماده واللي جاي حماده جديد تماما. بدايه التحرير من طوفان الاقصى 7 اكتوبر، احنا كان عندنا 6 اكتوبر دلوقتي بقى 7 اكتوبر مغطي على لما بنتكلم في 67، 6 ايام الحرب من الكيان على 3 4 دول، ادي لبنان وادي سوريا وادي مصر كله اتاخد تمام، شكرا شكرا، 6 ايام خلصت. النهارده اليوم ال 63 وفشل ذريع وفشل في المنظومه وانهيار اقتصادي معدي دلوقتي فوق ال 34 مليار. ليه؟ عشان في رجاله. زي بنت حته كده على جنب، بنت بتتصل بشيخ بعتين لي المقطع، تقول له والله يا شيخ احنا يعني بنفتن في ابو عبيده. لا ما شفتوش رجال، ما انت عشان ما شفتوش رجاله في حياتكم. راجل طالع بعينين وصابع و
مش عايزه اقوله. بنيجي كنا نتكلم عن دورة المقبلات ونقول البنت عايزه ايه، تقول عايزاه راجل، عايزاه صاحب قرار، عايزاه مبادر، عايزاه عايزه، وعماله تحط لستة بغض النظر بقى على التراي والباي والمجانس والحاجات دي، لكن تقول لك انا عايزاه راجل. فشافوا الرجوله اللي هي اصلا هذا، الله سبحانه وتعالى يعيد الامه، قولوا امين. لما بنيجي نتكلم عن اهل غزه علمونا ايه؟ علمونا عقيده فعل، علمونا ان لازم يبقى قرارك منك، علمونا انك مسلم لك عزه ولك كرامه، علمونا ان لا يمكن حد يفرض عليهم امر الا اذا هم قالوا واذا هم قرروا. طب يا رب يعني صعبان على، ايوه، والمشهد الصامت اللي كان معمول دلوقتي حاجه توجع القلوب، ايوه. طيب واللي بيحصل على، ايوه، كل ده. طب هما ما انتصروش، ويجي بقى اول دور لينا في معركه الوعي. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الالحاد وبنتكلم وكذا والناس اللي كذا، وقعدنا نفنط الكلام اللي يترد عليهم والشبهات، اين الله وما فيش ربنا وازاي دلوقتي احنا بنرد عشان هما طبعا دلوقتي سابوا الالحاد وخدوا منحى جديد، عرفوا ان في هجمه، لا في ربنا، والناس الامر ده مش، واللي بيخش اي جلسه عقليه للاقناع بيطلع اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن في امر جديد مدخل تاني، وده منتشر ما بين الشباب والبنات، واحفظوا معايا يا جيل يا طالع، احفظوا معايا عشان انتوا الامل. يقول لك ايه؟ يعني هو فين ربنا يعني من المجازر دي؟ وليه الاطفال تموت يعني؟ وليه يحصل كذا ومش عارفه ايه؟ وليه اصلا في الامراض دي موجوده؟ ماشي هو ربنا موجود، استغفر الله استغفر الله، لكن تخلى عن استغفر الله، هذه الجمله اللي بتتقال كتير بنسمعها. ليه؟ عشان ما عندناش وعي، عشان احنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى وما احناش عارفين مين ربنا. خليني اسال سؤال واللي يجاوبني عليه هدعي له، هدي له جايزه من اللي تحت، احنا جايبين جوايز في التوقيع، عايز اقول لكم مساجد بقى عارف احمد وحاجات منوره وهيس مسجد الاقصى كله. قال لنا اقول لكم يجاوبوني على السؤال ده، لما اجي اسال من هو الديان، مين يقول لي اسم من اسماء ربنا ده؟ مين الديان؟ ها؟ حد رفع ايده هنا؟ انا مش شايفه اللي ورا، الدنيا ضلمه. مين يقول؟ اهل اليمين واهل يمين اليمين، ها؟ من هو الديان؟ ما تتكسفوش ما تكسفوش ذمكم يعني تكسفوش. تمام، ها قول. الله عز وجل هو الديان. اسمك ايه؟ ايمن. ايمن من اي جاليه يا ايمن؟ سوريا. اهلا، على الراس، نعم والله. تمام، قال الله عز وجل هو الديان، معنى ايه الديان؟ بيعمل ايه يعني؟ يقتص لنا في الدنيا والاخره، يعني ليس لا يكون القصاص فقط في الاخره، الله عز وجل الديان يقتص للمؤمنين عباده وللواقع عليهم الظلم في الدنيا والاخره. يعني ما بننتظرش للاخره، حسبي الله ونعم الوكيل عليه ونم... يريك حقك وقصاصك في الدنيا قبل الاخره، يفتح عليك يغفر ليومنا، عشان جايبه لك واحد في البيت خلاص. تمام. لما بنيجي نقول من هو الرب وينفع ادعي باسم الله الرب، ايوه، اما اجي اقول من هو الصمد، طب من هو اللطيف؟ احنا محتاجين اللطيف ده جدا جدا جدا، وخصوصا مع كم الخذلان اللي موجود في الدنيا ومن اللي حواليك ومن اصحابك ومن الدنيا كلها خذلاكي. احنا بنعبد ربنا وما نعرفش ربنا. اما تيجي بنوته واجي اقول لها يلا جاي لك العريس الفلاني، تيجي امها تعالي قولي لي مين ابوه من عيلته من كذا ونجيبه ونقصصه، نقول لك في العريس، يقول لك حلوه، اول سؤال ما بيسالش، يعني حلوه يعني كويسه وروشه وكده، بتسال، انت بتسال. لكن لما نيجي نسالك عن الله عز وجل ما نعرفش، احنا مغيبين عن معرفته، ولو عرفنا الله حق المعرفه لزادت قلوبنا شوقا وحبا الى الله سبحانه وتعالى. فمن الاصل، الاصل اللي احنا المفروض نعرفه ان الله سبحانه وتعالى يا جماعه له اسماء وصفات لازم ان احنا نعرفها. اللطيف يلطف بنا فيما جرت به المقادير، مش دنيا بس، مش في الحاضر بس، جات لك مصيبه يحط لك اللطف جوه المصيبه، هو كده، فيلطف بك ويعدي الامر على خير في الواقع وفي المستقبل. لما اعرف ربنا صح هعبد ربنا صح، اما اعرف ربنا صح هعرف ارد صح.
من ضمن معركة الوعي، وركزوا معايا، ان انا اعرف ارد على الشبهات. هو انت بتتعامل مع ربنا بالوالدية؟ بتتعامل مع ربنا ان الله هو الاب، والمفروض فين خلقك؟ خلق الموت والحياة لإيه؟ ليبلوكم. انت مختبر في الدنيا فوقه. احنا الدنيا دي مش دار قرار شجرة كده، احنا معدين في ضلها وماشيين، عبر انا عابر سبيل فيها. لكن دلوقتي كل المقتديات والحياة، انا عذراكم على فكرة، والله العظيم انا عذرك جدا. كل اللي جاي عليك والصور الذهنية، انت دلوقتي سكرول للجيل بتاع الالفية ما بيعملش اكتر من 8 ثواني، بص كده يا مقطع دقيقتين كتير قوي، لا كتير. فما بالك بقى اللي يقول لك اليوتيوب ده محاضرة 10 دقايق، ما اقدرش يعني، ممكن يجرى له حاجة. اسمه جيل الثمان ثواني، تدي معلومة لعتمل 8 ثواني وتقلب بسرعة حاجة تانية، عشان يقدر يسيب الموبايل ولا الايباد، يعرف يكلمك منه، او تعرف تديله معلومة، او تعرفي يا دي الام تقولي قيمة تربوية. يقول لك هو احنا ليه في الامر بالشكل ده؟ ليه ما بيسمعوش؟ ايوه، لان دي المتعة، الخمس هرمونات السعادة مفروزة، هو عمال يعمل سكرول او بيلعب او كذا، والدوبامين والادرينالين كله مفروض خمسة. اقدر بقى اكلمه واقعد اقول له واشرح له ايه الرتابه دي؟ لا طبعا، يبص لكم كده، لا ما انا عايز الحياه السعيده دي. الاصل ان انت تتعلم من معركه الوعي، انك ما تتعاملش مع الله عز وجل بالوالديه. ربنا مش الاب، الله عز وجل هو الواحد الاحد القهار الديان القادر المقتدر الملك المليك، واحنا العبيد سمعا وطاعا. يا رب صلي الصلاة على وقتها، البسي حجابك، بلاش المياعة في الكلام، مفيش اختلاط الا في الضرورة، وتبقي بصي خميس وجمعة وانت بتتكلمي، ولا تخضعنا بالقول ولا يضربنا بأرجلهن، ما تقعديش لابسالي والدنيا كلها يعني مش عايزين نقول. اتكلم امك باحترام يا ابني، بر الوالدين يا ابني، اسأل عليهم يا حبيبي، اعمل البر، ما تكذبش. حاضر يا رب. احنا في الدنيا محل اختبار، احنا في الدنيا محل اختبار، ليه؟ عشان تيجي الاخرة وناخد ثواب هناك. لكن احنا في الدنيا جميع انواع الطرف الموجودة. اقول لك الطرف اللي انت فيه وضعه ازاي؟ اقول لك ازاي؟ تعال شوف اب بعد ضرب مستشفى المعمدان ايه اللي حصل؟ قعدوا نزحوا فيها النساء والاطفال والجرحى وضربوهم تاني. الضرب التاني بقى جاب ايه؟ جاب الرملة، الملاية اللي مفروشة على رملة، والحطب او الفحم، والصاج، والخبز، الغزاوية والفلسطينيين عارفينه كده، اسمه خبز الحرب. بس لا خميرة ولا بتعجيب، ويعجن وحط وتخبز وتعمل، هي دي الحياة. حملت حالي ومشيت، ايه شنطة؟ شنطة. شوف انت كماليات حياتك، غرفتك انت لو هتفضيها بس الاوضه بتاعتك هتاخد كام شنطه؟ اوعوا يا بنات تغالوا بعد اللي حصل في فلسطين، اوعوا تغالوا وتبالغوا في طرف العيش ولا في الشقه ولا في الجهاز، مش عشان بس ما ترهقيش الشاب اللي تعبان ولا اللي بيكحت في الصخر. يقول لك نص مليون، نص مليون عشان اجهز، اجيب منين انا؟ خلاص. لكن اسعى لنصره القضيه بالعلم عن الله، اعرف ربنا، ربنا رب واحنا عبيد، احنا مختبرين ينجحوا في الاختبار. لكن للاسف هتزعلوا مني في الجزئيه دي، انا عارفه ان انا طولت عليكم صح؟ يعني فاضل محورين اتنين، استحملوني بقى. هقول حاجه تزعلكم بس دي حقيقه، ولازم اكون امينه في رفع الواقع اللي الشباب فيه دلوقتي. احنا عندنا شباب اسمه شباب ايه؟ يعني طبعا مش كله يعني ماشي، بس احنا عندنا شباب اسمه الايه؟ شباب الهشاشه النفسيه. شفتوا لما بتيجي عاصفه ثلجيه، مش عارفه هتيجي في اسطنبول السنه دي ولا لا، وبينزل البموك الابيض قبل الثلج الخفيف ده، الابيض السداسي الشكل ده، بينزل ثلج كده خفيف بيسموه زي القطن الابيض. نفسيه الشباب والبنات معظمهم، ان شاء الله مش كل، مش كلنا، وان شاء الله مش اللي في القاعه يعني، ان شاء الله مش انتوا، قولوا امين. بنت جايه داخله وتجيب اكتئاب، ليه تجيب اكتئاب يا حبيبتي؟
اصلها قالت لي وعملتني وبعدين مش لا 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 ما تقول، ما انت لولا ان انت فيكي حاجه كويسه وممتازه وشاطره ما كانتش هي تنمرت عليك. ده بتتنمر، ما تتنمر هي، الشتيمه بتلزق ما بتلزقش يا حبيبتي والله. بص لها وحيد العلاقه وشكرا مع السلامه. يجي لنا شاب ميكاترونكس يعني مخه ذري ويجي يقول اي الكلام صح يا حبيبي مش انت اللي قلته ده صح؟ ويعني مدير ان شاء الله يكون شنب الشنبات، انت راجل واللي انت بتقوله صح، ما بالك في دنيا بتقوله صح؟ ما تجمد ما تقول بقى. لا لا، صفحة معمولة على التيك توك لمجموعة شباب كانوا بيهزروا على فكرة، وابويا قال لي وانا ايه 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 قعدت اعيط وانا ما اعرفش ايه وكذا، فلقينهم طالعين فيديو، هي كل فيديوهات كده كوميكسات وضحك يعني. قالوا يا جماعه جالنا كميه رسائل، احنا عاملين الصفحه ده مش حقيقي، احنا بنتريق. فوجئوا بكم من الرسائل من شباب وبنات اندر ايج، يعني بنتكلم على 12 و13 سنه. ايوه انا ابويا بيقول الكلمه الفلانيه ومأثر فيا، وامي قالت الكلمه الفلانيه ومأثره فيا. ايه ده؟ هو انت عندك شك 1% ان ابوك وامك اكتر ناس في الكون عايزين مصلحتك؟ ماشي، ما عندهمش اساليب تربويه وانا مصدقاك، لكن تيجي تبقى مهزوز وابقى الاقي شاب في جامعه فاقد ثقه في نفسه ومش عارف ياخد وخايف ياخد قرار؟ لا، ابو 8 سنين في غزه بيلقن ابو 5 سنين علي صوتك قول بسم الله، علي صوتك وقول لا اله الا الله، بيلقنوا شهاده. ده انا ابوس راس الام ديت واحب عليها واقول لها تعالي غزه. فعلا احنا هنا كمسلمين جيل الهشاشه اللي بيأثر فيك والكلمه وجاي فاقد ثقه، ليه فاقد ثقه في نفسك؟ او هي كذا، انا عايز اعمل ليه؟ اصل طلعت لي فسفوسه جوه سوسه ايه يا بنت الله؟ لا لا لا، اصل المناخير ولازم يا بنتي. ايوه ما طبيعي المناخير اول حاجه بتكبر في الوش عشان ده لسه طالعين من وش صغير طفولي اللي شبه، فاصبري الوش كله هياخد. لا، او التاني رد مش راضي يتكلم علشان حاجه فلان كان قال له. ايه ده؟ ايه ده؟ امال اللي كانوا في غزوه احد دول ايه؟ جنب مين؟ جنب سيدنا بلال واقفين، والناحيه دي معاذ ومعاهم رايح فين؟ قال سامع حدثتني امي. عشان كده انا عايزاك قويه لان انت اللي هتربي. حدثتني امي ان ابا جهل يسب رسول الله. بس احنا جايين فضحك ضحك. واكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، واكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. احنا فين؟ احنا في اللالا لاند، احنا في البلاله، في موزمبيق كوالا لامبور. بنعمل ايه؟ قاعدين ونعمل خلفتونا ليه؟ ادي مش قادرين بتعملونا كده، ما كنتوش تجيبونا الدنيا. مش راجل متحمل مسؤوليه وبنت تتحمل مسؤوليه يتقال عليها واحد اتنين تلاته؟ كنا بنعزي اخوات في كايا شهير، اللي مات من عيلتها 20 واللي مات من عيلتها 50. ولا طب ليه يعني؟ ليه ما تروحوا يعني تتفرقوا؟ قالت لا، ينعوشوا سوا نستشهدوا سوا. خلاص تقول لي شوفي ابي وابي بيعمل وكذا وهذا اخي، كل دول شهداء. انا ما عرفتش ان في حد بيصلي لما ياذن الاذان بيصلي في البيت الا لما جيت هنا. انا عارفه ان الاذان ياذن الرجاله كلهم تحت. قلت لها، قالت لي ابي معلمنا. قلت لها قومي رب عيالك على اللي ابوكي رباكي عليه. انتوا عارفين الخوف من ايه؟ من المشهد اللي انا هقوله لكم ده. ميجان الامريكيه اللي قعدت تقول ايه ده، هم دول ثابتين كده ليه وعاملين؟ وقامت جايه فاتحه القران. صح طبعا، القران طبعا. فتحت القران، تفتح وتقول ايه ده، وتقرا القران فيمينيست، القران فيمينيست، وفرحانه جدا. ليه؟ اصل القران بيقول ان اللي انكتب كتابها وبعدين ينفذ لها نص المهر، هيدونا فلوس، فرحانه جدا. البلوجر الامريكي جاي بيتكلم وبيشوف ايه، كنتوا بتضحكوا علينا؟ يا ولاد اللي بتضحكوا علينا، والفيديو كله شتايم. واتزق الكلمه يا ولاد واتزق، كنتوا بتقولوا لنا كذا بقى، انتوا كنتوا تحكينا كل الفيديو كده. فكان علمتني غزه ومن يعني عايزه اقول مستخرجات النصر والفوز مش بس جواهم، هم فازوا. الدليل ادخلوا عليهم الباب.
هاتوا آخر الآية، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. هم فازوا لكن لسه النصر الاستحقاقي ما شفناهوش. فازوا زي مين؟ القرآن جايب كلمة الفوز الكبير في سورة إيه؟ مين يقول لي وادعي له؟ الله يفتح عليك، اسمك إيه؟ عبد الله. بنزلي تحت في بتاع احنا في بي كام تحت يا جماعه؟ بي أربعة. بي أربعة، انزلي تحت عشان انت تقول لي. انا انت جنسيتك ايه؟ مصري؟ يا امال ما بتتكلمش زي المصريين ليه زينا؟ ليك بتربي برضه. بنزلي عشان تاخد جايزتك. سوره البروج، اهل الاخدود، اصحاب الاخدود. لا هم اصحاب الاخدود شافوا نصر، ده اترموا كلهم شافوا نصر. ما شافوش. ولكن ايه اللي حصل؟ الله عز وجل قال عليهم فوز كبير. ليه؟ لهم ثبتوا على المبدا. في احد مات رسول الله لما اتسعت الاشاعه، قالوا قولوا موتوا، روحوا موتوا على ما مات عليه رسول الله، روحوا. هو ده الثبات. والنصر ثلاثه يا شباب ويا بنات، نصر مبدئي ونصر تفضلي ونصر استحقاق. احنا عايزينهم الثلاثه، قولوا امين. لكن علينا دور. الخوف، الخوف ان اللي ما عرفوش اسلامه بيسلموا دلوقتي. ميجان بتفتح لايف على التيك توك عليه 7000، بتقرا قران ويفسره واسلموا بقى واسع. قران دين الله، دين الفطره اللي ساعه لما يلمس قلبك انا يا رب انا يا رب، لانه دين الفطره قلبك مقبول على حب الله. لكن هي الدنيا اللي واخدانا شويه. الخوف ان هم اللي يسبقوا واحنا اهل الاسلام اللي محلك سر. واحدة وانا بنتكلم على موضوع نفس المحاور اللي بكلمكم عليها، قلت لها دكتورة احنا متوقعين، كنا جايين متوقعين على الحب والاختلاط والشباب والزواج بقى، عمرو والقصص بقى والحاجات العظيمة دي. قلت لها ضميري يأنبني، اقسم احس باسم جوه قلبي ان يبقى دماء المسلمين هنا ونيجي نتكلم دم البرغوت نجس ولا طاهر. اقسم ما اقدرش اتكلم غير في الوقت، واجب الوقت الحالي عليا احياء القلوب. احنا محررين الاقصى ان شاء الله، قولوا امين. ابني بيقول لي يا ماما انت عندك 50 سنه انت هتروحي في، قلت له مالكش دعوه، قال لي ركبك هتروحي تعفن. قلت له مش مهم، في الصف الاولاني النون تخزن لحد التانيين ما يجوا، مالكش دعوه مالكش دعوه، وليس ذلك عليك عزيز يا رب. اللهم يا رب مقبلين غير مدبرين، اللهم شهاده في سبيلك لا خزايا ولا فاتنين ولا مفتونين، قولوا امين. لكن لما توصل لمرحلة خلاص انت فهمت وعرفت، عشان كده بنقول العقيدة تدرس والله من سن التمييز، والله من سن 5 لازم. ونيجي بعد ما ندرس يشربها القلب ويفعلها. معركة الوعي ان انا اعرف عن الله واعرف عدوك، من ضمن الحاجات اللي كان عقلي بيرفضها اول ده. ليه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل؟ ليه على لسان داود وعيسى ابن ليه 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 يستحقوا ان هم غضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم عذاب؟ ليه عملوا؟ قال لك كانوا بيقتلوا قتلين اكتر من 70,000 نبي، يقتلوا 300 بالنهار ويشوون اللحم. ابن كثير يقول لك ويشمون اللحم ليلا. كانوا 300 نبي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. تعالوا شوفوا العقيده بتاعتهم. الزنا بغير اليهودية حلال في دينهم، طالما هي مش خلاص حلال دينهم. عقدتهم بتقول الله عز وجل استغفر الله استغفر الله، احنا قاعدين تعبانين هنا في الدنيا واستغفر الله. الله يعني هم اللي بيقولوا كده، يراقص الملائكة بيرقص مع الملائكة فوق. استغفر الله، الله سبحانه وتعالى غلط في بعض القوانين فاحنا جبناه وقعدناه على ترابيزه وصححنا له القوانين، هذا ما يقال. ده العقيده. فبيننا وبينهم طار ليوم الدين. بيننا وبينهم لحد يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتل فاقتل، حتى الشجر والحجر ينطق ويقول الا الغرقد، عشان كده هم مصدقين كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فبيزرعوا بالمليون شجره غرقد، هم مصدقين. انت اللي بعيد وما تعرفش نبيك. احنا اللي لسه الدنيا واخدانا وبنتكلم نطول الطرحه، طب نوسع الهدوم، طيب يبقى مش عارفه ايه، ده اللي احنا لسه بنجابه نفسنا فيه. طيب يا جماعه لو سمحتوا والله ايه، اصل انا فيديو مش عارف 18 مليون مشاهده في هيافة. انا عايزه اقول لكم فيديو طفله بتقلع العروسه وتلبس العروسه جايب 32 مليون، وبعدين تحمل عروسه، بعدين تقعد العروسه،
ايه الهيافه دي؟ 32 مليون حد شاف الموال ده؟ يعني في وقت ان احنا نشوف الهيافه؟ واحد طالع، مش عايزين نقول اسماء، تعالوا معرفكم اول حمام اتعمل لبنتي الوضع فيه ايه. شوف المشاهدات، ايه الكلام ده؟ ايه الهيافه دي؟ اما تعرف عدو، تعرف انت انت فين، ثغرك فين اللي اقف عليه. وده دور من الادوار. هناك في فلسطين رباط يقول لك احنا لابسين ازدالاتنا وقاعدين وبنشاهد وبنقرا قران، اللي ما تقول والله والله كان قارئ لنا قران يا احمد يا محمد، وتراه تنادي عليهم لسه كنا بنقرا لنا قران بالليل. دول في رباط، احنا فين؟ يا على الموبايلات، يا نايمين، يا جنب الدفايات، يا في اللا هوا. يقول لك قاعد كده فين يا بتعمل اهو، هو كده نازل يا ابني رايح كذا، مش عايز اقول الاماكن. ويجي لنا مكالمه 2 و3 بالليل، تعالى يا دكتور علشان فلان اتمسك في كذا وكذا. يا نهاركم واللي وداكم. لكن انا عايزه اقول بشريات، وانا دايما بختم بالامر ده. بصوا انا عارفه ان انا طولت عليكم، بس دي اخر حاجه هحكيها لكم. طولت ولا ما طولتش؟ شكرا. انتوا اخلاق. فاضل لنا قد ايه؟ 5 دقايق. والله انت راجل اخلاق متربي، انت متربي. تمام. خلينا اقول لكم، يكلمني شاب شغال هنا في اسطنبول، شغال شغله مش كويس، يعني هو المكان مش كويس. اتصل عليا من سنه، يا دكتوره انا شغال في المكان وانا اللي بصرف على نفسي وببعت لاهلي اصرف عليهم وانا اللي كذا، بس انا مش مع المكان، يعني ما بخشش الحته دي، لكن انا واقف بره على الباب. قلت له اه بس انت عارف ايه اللي بيحصل جوه؟ قال لي اه بس انا ماليش دعوه بيه. قلت له لا، من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه. لا سيبه. طب اعمل ايه؟ اجيب منين؟ وانتوا عارفين الوضع هنا عامل ازاي، وعارفين اللي يلاقي شغل حتى ب 500 اي حاجه، المهم يكفي الفواتير، الدنيا كلها ضايعه في الفواتير. جه بعد طوفان الاقصى ما نزلنا اول معرض لفلسطين. يا دكتوره نعم، انا عايزه اقول لك على حاجه. قلت له الاول طمني ها. قال لي لا والله وظبت على الصلاه وسبت المكان، بس انا سبته لسه لما شفت لما بدات الحرب. بس انا طالب منك طلب، انا 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 هقول لربنا، وقلت لربنا هلا سمير بتقول لي ربنا هيعوض. قلت له مش انا اللي بقول، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيقول. الرسول بيقول من ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه، والحديث الثاني عوضه الله خيرا منه، انتظر العوض من الله. قال لي طب انا طالب منك شغله. قلت له قول. قال لي انا سيارتي موجود، احتاجتوا تشيلوا كراتين، عايزين تودوا حاجه من المعرض ده للمعرض ده، انا سيارتي تحت امرك، وبس اقبليني بس ان انا ابقى اساهم ولو بشيء. المكان مكان منيل بنيله ومش هينفع نقول. رقم 2، لما تكلمني بنت مجموعه يعني، الحمد لله انهم بيتكلمهم، بتعمل 5 من 7 الكبائر. انا بقول لكم اهو، مش في 7 الموبقات الكبائر؟ الكبائر دي مصيبه. عارفين الكبائر هي ايه ولا لا؟ والله شكل هنشرح لكم الدين من اوله. بتعمل 5 من المعاصي من الكبائر. بعد طوفان الاقصى قالت لي انا بطلت 3 يا دكتور. قلت لها لا احنا محتاجين الاثنين التانيين. قالت لي انا مش بتصل على كده، ادعي لي ابطل دول. لكن بطلت 7 موبقات، يعني الحاجة اللي ما عملتهاش تولي يوم الزحف والإشراك بالله، تقول لك لا، ما زالت بتقول لا إله إلا الله. الخمس عملت قتل النفس ما عملتش، ولكن شاركت في استغفر الله مع أطفال سفاح وهكذا يعني. قالت لي أنا بطلت 3 من أصل 2. مش مهم نشرح يعني إيه أطفال سفاح، يعني عدوها وبعدين نبقى نحكي فين على كل حاجه. قالت لي انا طالبه منك حاجه. قلت لها قولي. قالت لي المعارض اللي بتاع ده، بس عشان نزلنا اول ستوري المعرض مش عارفه ده كان من 2 3 أسابيع، انا بس لو في حاجه خديني معاكي ويقبلوني. هاجي لابسه محتشم، يا ترى مش محجبه، هاجي لابسه محتشم هتقبليني؟ قلت لها لا والله العظيم اقبلك، يا سلام بس والله العظيم اقبلك. قام الجامعه عيطه وقالت لي اسمعوا يا شباب ويا بنات، قالت لي طب ويقبلني الله، ربنا يقبلني؟ قلت لها يقبلك ويقبلك ويقبلك، بس بطل لنا الاثنين دول عشان يرى الله عز وجل خطب.
ده طوفان الاقصى. احنا فين بقى؟ محدش يجاوبني احنا فين. قريت وقلت اذكار الصباح والمساء، قلت لا لا اله الا الله وحده لا شريك له 100 مره، فهو حرز من الشيطان مش هيعمل لك حاجه. ها ولا ناوي نسمع؟ والله بصوا يا حضرنا محاضره ايه بقى زي الفل وتاثرنا ان شاء الله خلاص مع السلامه. لا لا وانسوا ان انا واحده بتقول لي طب انت امتى هتتكلمي عن الاسره وده مش دلوقتي. اما الامه تصحى، اما الشباب يقوموا، اما الرجال تقول خلاص يا رب احنا هم هناك واحنا هنا واحنا على ثغر، وننصرهم بالطاعه وننصرهم بالعطاء وننصرهم بالدعاء وننصرهم بالدعم المادي. الدعم المادي واحده بتقول لي، قلت لها حبيبتي الدعم المادي ده اخر حاجه واحنا ضامنين. احنا منين ما قلنا كذا اتحط النقاب على قلب الارض كده اتجمع على قلب ما لا يقل عن 800,000. امه العطاء تمام، لكن ما تجيش تقولي لي ايه، ما تجيش تقول لي الباقيين. فين الاعداد النفسي؟ فين الاعداد الفكري؟ فين اللي يجي يلبس عليك دينك ويقول لك اصلهم اللي بداوا؟ يا ابني ده لو اسير وده فقه واحد مسلم تجيش له جيش الامه كلها. اصل هم حطوا مش عارف، اصل كان يرضوا، لا ما يرضوش، مش دولت، مش اهل القران. ولو انت بقيت وانت بقيتي من اهل القران اقسم يمين بالله ما ترضوا بالذل ولا بالهوان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ان كنتم مؤمنين ده الاصل. قول احنا ليه نروح الحياه، هي دي الحياه عنا على البصله. اقسم بالله يجي شاب عاصي بيدخن ما مش عايز اقول الاسماء ويقول لك يا دكتور لا الرسول ايام سب النبي عليه الصلاه والسلام، لا الرسول ما قدرش يشوفه ايه وهو مدرب واقف حاطط له السيجاره وراه عشان يعني ما الدخان طالع. انا شايفه الدخان طالع. ويجي البنت تقول لي وش دخلك انت، انت مالك انت بيني وبين النبي، مالكيش دعوه ما تتدخليش، ما على معصيه ما ناش محمد انا حر، ده بيني وبين النبي مالكيش دعوه بيه. قضيه الرسول عليه الصلاه والسلام رقم 2 الاقصى، البصله اللي تعدي. هم بيحاربوك حرب عقيده، يقول لك ديننا بيقول كده. لما دخلوا قتلوا العماليق 12,000 منهم يقول لك عاتبنا ربنا، استغفر الرب، يكذبوا على الله، عاتبنا الله، ليه ما حرقتهمش وحرقتوا الباقي؟ دي عقيده عندهم، عقيده الحرب، ده دين، ده دينهم يبنوا بيه. واحده بتسال امها هو ليه ما انتصر؟ قالت لها وليه هم ربنا ما يكفي خذلان؟ ربنا مش معاك، اكبر خذلان ودي اخر محور اختم بيه. اوعى تعيش في الدنيا من غير ربنا. والله مالكوا حل الا ربنا. لو كلم النساء اوعي تقنعيني، مامتك باباكي زوجك انسى القصص دي، صاحبتك مفيش الكلام ده. احنا ملناش حل الا الله عز وجل، ملناش سند الا ربنا سبحانه وتعالى. اما اجي اكلم الشباب، مين الصاحب اللي ما يغزلكش؟ مين الانيس؟ مين وقت الزنقه؟ مين لما ترفع ايدك؟ الله عز وجل. لو ما انتش في جنب الله ولا معاك ربنا انت خسران. لو انت ما بتصليش الصلاه على وقتها انت خسران. لو انت ما بتعملش الفروض احنا خسرانين. يبقى هم الناس هناك على الفردوس جري، وتيجي ام الشهيد تمسك ام بعتلنا الفيديو على الخاص. قلت لها لا الفيديو ده ما يتعادش على الخاص، ده يتنشر للناس كلها. يا مسك فايح يا مسك فايح، وعماله تحط كده تقول لك يا هنام وريحه المسك اللي موجود. الشهداء الشهداء، واحنا ده مستهدفنا التحرير، ودي بوصلتك الحقيقيه. عملت ايه؟ سؤال تقوله لنفسك كل يوم. ما عملتش حاجه للقضيه، ما عملتش حاجه للتحرير، روح اتعلم واجب الوقت، انجح في مجالك، شوف ممكن تفيد امه الاسلام بايه. ما عرفتش وما عملتش والكلام ده، امتنع عن المعاصي يا ابني، وقفوا المعاصي، ما يبقاش انتوا والشيطان عليهم، ما يبقفوا المعاصي. ما عملتش ارفع ايدك، وده سلاح، سلاح الدعاء. الدعاء هو الايه؟ مين يقول لي الحديث؟ الدعاء هو الايه؟ العباده ولا مخ العباده؟ هو الدعاء هو العباده. الدعاء هو العباده، انا لما اجيب حد اقول له ادعي اعرف علاقته بربنا عامله ازاي، اقول لك ادعي اعرف بينك وبين ربنا ايه. الدعاء والمقاطعه، تقول لك ايه يا دكتوره؟ ايه مش عارفه والله، اصل مش عارفه ايه البديل بتاع المنتج الفلاني. قلت لها ما تحطوش يا حبيبتي، ما تجيبهوش، ليطلك بزيت الزيتون وشكرا، او زيت اللوز وانتهينا خلاص، اطيب الطيب الماء، مش لازم لو ما فيش بديل. ودي الكارثه، ما عندناش مصانع تعمل. قال لك لا في مصانع كلبز وشيبسي،
اه والله العظيم. فين 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 الامه اللي بتنتج؟ فين غذائك ودوائك وعلى فين وسلاحك؟ فين؟ مفيش ولا حول ولا قوه الا بالله. كم واحد فيكم يرضى يكون هو الخطوه اللي تنصر الاسلام؟ قولوا انا ما نعرفش ازاي، بس ادخلوا عليهم الباب. انا انصر الاسلام بعلمي بتفوقي بمجالي. قابلت مجموعه من البنات بتقول لك بص احنا كان كنت 3 شهور والله ما كملوا 3 شهور. قابلتهم تاني، احنا عندنا عملنا موقع بالاسباني وبالفرنسي وبالتركي وطبعا بالانجليزي، وداخل ان شاء الله ناخد لغه كمان معاهم خلاف اللغه العربيه. بينشروا الاسلام والشبهات اللي حوالين الاسلام بجميع اللغات دول. انت عملت ايه؟ يقول لك لا اصل وهي يعني جت عليا. يا ابني انتوا المليار كله بيقول كده، يعني انا هقاطع هو الكيس ده ولا البتاع دي؟ زي من الحيافات واحده تقول الفيديو معدي ملايين، يا رب انا مش هقول ان انا عندي هم كبير، لكن انا هقول عندي رب كبير. الهايلايتر بتاعي انكسر وهيقعد اسبوعين قبل ما يجي اونلاين. يا نهاركم اسرس، ايه ده ايه ده؟ ويا رب هو دي هي ده الهم؟ هو ده الهم؟ يا ده كارثه، دي مصيبه. علي همتك وعلي اهدافك وعلي طموحاتك وقول يا رب انا عايز اساعد، ويا رب بحق لا اله الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد، يا رب عني ان انا اكون سبب في النصر. مش مفيش ولا عندك اي فكر؟ ما بيجي لنا الشباب 27 و28 يقول لك خلصت وعملت، بس انا مش عارف والله دكتور، يعني مش عارف انا بحب ايه ولا ميولي ايه. اي شغله تجيب فلوس وقرشينات وخلاص، ادي القرشينات خلاص. وما انتش عارف فين هدفك؟ هو انت مش مخطط كذا؟ هو انت ما انتش عارف يعني ايه تحط استراتيجية ويعني ايه اجرب نفسي؟ عندنا خريطه اسمها خريطه ابن سينا التربويه معموله من الاف السنين. انا بقول تتكتب بميه الذهب للتربويين وللدعاء والامهات والاباط وللشباب. يمرر نفسك، ما تمرر نفسك، ما تشوف انت فين؟ ايه اللي بتبرع فيه؟ ايه اللي بتفهمه؟ تاخد دورات اداره ذات وتنميه ومعرفش مش عارفه ايه ولا من بعد العشرين. غلط غلط. التربيه اللي موجوده كان في غزه، مدارس في غزه بتطبقها وفي البحرين في الوطن العربي مش عارفه فين كمان، في قطر ولا لا، لكن بتدرس في كندا وبعد ولايات امريكا. سن كيجي 5 سنين، وات دو يو وونت، انت عايز ايه؟ وبعدين بعد سن ال 12 اللي هو بقى وانت رايح اعدادي، مرحله الاعدادي، ها الميول مش لسه بعد اما اخلص 22 و24 قاعده اقول انا هعمل ايه واخد ايه؟ كارثه. احنا امه مغيبه ولا حول ولا قوه الا بالله. انا بقول لو اتجمع المليار في وقت واحد بيدعو، وده سلاح سلاح، لو قلنا هنقطع هنقطع. وانا وصلني دلوقتي احصائيات بس لسه هتاكد منها، دول بالعين بالاسم خلاص اسواقها انتهت. رحت دول تانية ما ناش لاقيه على اي رف ولا اي مول حاجه خلاف اللي هي المقاطعة. قلت له والله جعان هنموت، ما حدش له دعوه، مش واكلين. انا ما اديش الرصاصه ثمن الرصاصه اللي تروح تقتل اخويا المسلم. ده الحس اللي يبقى جواك. ولما نقوم ونعرف دورنا ونعرف اهدافنا ساعتها بقى نتكلم عن الحب والاختلاط والمشاكل والزواج وكده، تصغر كل الهموم جنب غزه. اخر حاجه، احنا قلنا شويه خطوات، قلنا تعرف ايه ومعركه الوعي، واعرف الشبهات ورد عليها، وتعلم عن الله، واعرف عدوك مين عشان تعرف انت بتحارب مين، وتعلم لغته عشان تعرف انت كمان، او تعلم اللغه الثانيه، الاعلام، كل الوسائل، المقاطعه، كل الدعم بالمال وبالنفس. والله اللي بيبخل بالمال يبخل بالنفس. انا خلصت، مين هيطلع من القاعه هنا وناوي ويقول يا رب احنا ناويين، مش عارفين لسه الامور ضبابيه قدامنا، بس احنا ناويين نكون خطوه في طريق النصر. مين يعاهد ربنا معايا ويقول انا؟ يطلع من القاعه يرفع ايده. الله عليكم، الله عليك، الله أكبر والله الحمد. اللهم فاشهد، اللهم فاشهد عليهم وعلى قلوبهم يا رب، اللهم فاشهد عليهم وعلى قلوبهم يا رب وعلينا يا رب. اللهم اجعلنا خطوة في طريق النصر، قولوا أمين. وانصر إخواننا في فلسطين يا رب، اللهم أمين. نصرا عزيزا مؤزرا، واجعل لنا يا رب طريق للشهادة يا رب، اللهم أمين. مقبلين غير مدبرين. واصلح حالنا اللهم امين، اصلح حالنا، اللهم انظر الينا الان، انظر الينا الان، وارضى عنا الان، اللهم امين. عايزه يعني اختم معاكم بنشيد دايما بحب اختم بيه، ودايما يعني اقول دي من الحاجات اللي كانت البدايات، يعني انا ملتزمه شبهه في السن بتاع العشرينات يعني في بدايه الجامعه.
وكان من ضمن بداية أول مسيرة حضرتها كانت مذبحة الخليل، ولقيتهم بيقولوا نشيد جميل قوي. من ساعتها مين حافظ لبيك إسلام البطولة معايا يقولوا تاني وشوت لما هو مش بكده يعني لبيك بتاع مصر والطبلة ده ما حد حافظ لبيك إسلام البطولة؟ ها حد من الشباب احفظوا النشيد ده. أنا هقول آخر بيتين فيه وأقولهم بقلبي، يا الله سبحانه وتعالى يا رب يفتح القلوب وتسمعون انتوا كمان ونعيش عليه. يلا بينا، مين من بقى حافظه؟ يلا قول مع نص، قول معايا، أنا هقول آخر بيتين بس. يلا تمام، حد يا أم معاذ ابنك حافظه؟ طب يلا تمام، خلينا نقول. طب مش هنحاول نتغنى ولكن اسمعوا معايا. لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحما، كلنا نفدي الحما، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما، لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء، لبيك 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 يا قدس إني قد وهبتك من شراييني دمي من شراييني دمي، أبدا ولن أرضى حلولا تستبيح كرامتي تستبيح كرامتي. فربوع حيفا والخليل دلوقتي غزة أنت فثارت غضبتي، لبيك 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 إسلام البطولة كلنا نفدي الحما كلنا نفدي الحما، لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما، لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء، لبيك لبيك لبيك. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلكم من الجيل ده، أدعو الله سبحانه وتعالى قلوبكم هي اللي تقول لبيك يا رب، لبيك زي ما بنقول لبيك اللهم لبيك نقولك لبيك يا أقصى اللهم أمين، ويجعلنا سبب في النصرة. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إحنا عندنا التوقيع يا جماعة تحت في قاعة بي كام؟ قلتوا لي أربعة؟ بي أربعة إن شاء الله. في حاجة عايزة بس أقولها لكم، إن الناس اللي هتشتري الكتاب وهتسيب اسمها ورقم تليفونها سواء السبت والحد، وماما الله يكرمك انا عايزه تسجيل القطعه دي عشان تنزل الناس عليها ان شاء الله السبت. طبعا انا موجوده سبت وحد وبكره، وان شاء الله السبت والحد الجايين احاول اجي لكم يوم في النص. الناس اللي هتشتري الكتاب وهتكتب اسمها ورقم تليفونها لها حاجه خاصه تماما، مفاجاه هنعلن عنها في اخر يوم، حاجة خاصة لخصوصا للناس اللي هنا عندنا في اسطنبول عشان زعلانين بتوع اسطنبول وبتعمل الناس بره وبتاع. ان شاء الله نعملها حاجة خاصة لشبابنا وبناتنا هنا في اسطنبول، وتبقى بداية عهد ان شاء الله لحاجات تانية كتير. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.